رد تاع او اقتراح الجيش عن طريق قائد الاركان جاء كذلك رد للشعب اللي كان يقول ويصرح ويهتف بان الجيش والشعب خوا خوا. نعم. وبالتالي فاذا نروحوا انطلاقا من هذا الشعار نقدروا نقولوا كذلك الشعب قال الجيش لازم تمشي معنا، وهذا بالك ممكن يكون رد تاع الجيش قال احنا كذلك رانا مع الشعب. هذا اقتراح تاع الماده 102. انا في الحقيقه كل حلول تمر بالاستقالة تاع الرئيس ولا شغور منصب الرئيس او نهاية المهام تاعو، يعني 28 ابريل العهد تاعو تخلص، شغور واستقالة الرئيس راهم في المادة 102. وبالتالي فاحنا نقولوا مليح اجتهاد لازم يكون في هذه الفترة هذه. كاين مخطط ألف مخطط باء، المخطط ألف يقول نروحوا عن طريق الدستور، مخطط باء يقولوا نجمد استعمال الدستور ونروحوا إلى حلول جاية من الاجتهاد، بحيث يعني الشعب في حقيقة الأمر إذا نتكلموا على 15 ولا 20 مليون جزائري اللي يخرج كل أسبوع ما نسحقوش حتى الدستور، ولكن ما نروحوش في الفوضى، ما نروحوش في الفوضى. كل مخطط لازم له أهداف، لازم له ناس، ولازم له كذلك يعني معيار الزمن، معيار الوقت. في نفس الوقت لازم ناخذوا بعين الاعتبار اشياء اخرى، نقاط اخرى، معايير اخرى، منها المعايير الاقتصادي والمعايير الامني. وبالتالي فكل حل ليجي ياخذ بعين الاعتبار هذه النقاط.